سنبقى نتحدث على إخوتنا في شمال غزة حتى لو نسيهم العالم أجمع. شمال غزة يستغيث، غزة كاملة تستغيث، وحتى لبنان تستغيث. هذا نداء استغاثة من إخوانكم في مخيم جباليا. نحن محاصرين منذ 10 أيام. الاحتلال حاصرنا وطوق علينا المخيم، لا خروج ولا دخول، القتل في كل مكان. فرصة أمام كل الشعوب خاصة في المنطقة العربية أنها تنزل إلى الشوارع في هذه الدعوة من عند كل من بقي له ضمير بعد صلاة الجمعة لبعث تلك الرسالة، أولا وقبل كل شيء إخوتنا في شمال غزة، ثانيا لهذا العالم الظالم، لكي يعرف فقط أنه ربما الشعوب هذه استفاقت حتى تتضامن فقط مع إخوتها. ونعاود اللي ما عجبهمش الكلام البارح، الأئمة اللي قاعدين يراسلوني، أنتم أئمة الذل والخذلان، أنتم أئمة العار. كاينين الآن بعض الأئمة في المنطقة العربية والإسلامية يعدون على الأصابع، هم فقط من يمكن أن يقال عنهم أنهم علماء وأنهم مشايخ وأنهم أئمة، أما البقية فأنتم مجرد خانعين. وبما أنكم ما زلتم ما كمش في السجون، فأنتم نقولها لكم بكل بساطة، الإمام اليوم أو الشيخ أو العلامة هو في السجن، هم في السجون، البقية مجرد خانعون. إلا من رحم ربي. الآن بالنسبة للنظام الجزائري المجرم اللي بعد الانتخابات راهو مش فقط يتمادى ضد حقوق الإنسان وضد خاصة إخوتنا في الداخل وأخواتنا في الداخل، يتعرضوا إلى أمور يندلها الجبين، وهذا من جهة يخلينا نزعفوا من أجل خوتنا، لكن يخلينا نفرحوا. لماذا؟ ما يحصل في الجزائر هو نفسه اللي سيحصل في الكيان الصهيوني. يعتقد النظام والزبانية نتاعه والمخابرات الإرهابية نتاعه أنه بعد الانتخابات عنده ورقة بيضاء وورقة خضراء باش يعمل واش يحب وينتقم من الشعب، وخاصة من هم ضده، من يعارضونه. واحد من هؤلاء خونا صهيب دباغي. لكن هذه الخطرة نصحكم انتوما توقفوا معايا يا خوتي العزاز في القضية تاع الطفل الشتوان اللي درنا عليها الفيديو هذيك ودخلونا للحبس، وجوزنا 16 شهر حبس وخرجنا وكذا. في القضية هذيك حكموني انا نسوق في سيارة تاع مرا كنت نخدم لها. السيارة هذه من كيا سورينتو لاني 2016. راكم معايا يا خوتي. حكموني نسوق فيها، داونا داروا التحقيق تاعهم، طبعونا الحبس خرجنا. ملي خرجنا وانا نجري عليها، قدمت طعون، قدمت شكاوي، درتهم كاع. اليوم يا خوتي وش يصرى؟ من عند البروكيرر يلحقني قرار المصادرة. راكم معايا يا خوتي، حقني قرار المصادرة، معناتها داو كروسة تاع الناس. تعرفوا شنو هو يا وكلاء الجمهورية والقضاة اللي راكم تحكموا على الناس ظلما؟ على بالكم الفرق بينكم وبين المخابرات اللي قاعدة تكلم فيكم بالتليفون، الكابرانات هذوك تاع المخابرات تكلم فيك بالتليفون باش يقول لك واش تعمل؟ الفرق برك انه في يوم من الايام، واليوم هذا سيكون قريب ان شاء الله، لاننا رانا وصلنا للعلو الكبير. راكم استعليتم في الارض، وكي يوصل العلو لهذه الدرجه تصبحوا مستغنين، استغنيتوا على رب العالمين، اصبحتوا تعتقدون انكم انتم هم الرب. في هذه اللحظه بالذات رب العالمين ياخذكم اخذ عزيز مقتدر. المشكله برك فيكم انتم وكلاء الجمهوريه والقضاة انكم انتم نعرفوكم بالاسم واللقب، لانه تاع المخابرات هذاك يمكن يقدر يضرق روحه شويه، اما انتم اللي ماضيين على الاحكام، انتم اللي ماضيين على الامور الظالمه اللي قاعدين يمروا بها خوتنا. صهيب دباغي اخذت منه سياره مش تاعو، اخذت منه سياره ماهيش تاعو، ما عمل بها جريمه، ما عمل بها حتى امر خطي الطريق، ما عمل بها حتى مخالفه، وحتى اذا عمل بها مخالفه فيحجزوها له، هي مش تاعو. حجزوا سياره تاع انسان اخر كان مسلفها من عنده انسانه، وحجزوها بطريقه دائمه، وحطوه في موقف لا يحسد عليه. خليونا من حجزوا له سياره تسوى فلوس وتسوى كذا، ونقدروا نقولوا منين يجيبهم هو خدام زوالي حتى الخدمه، وراه مغالقين عليهم. المشكله السياره لا توجد في السوق، كون يلمس وارد ويجيبهم ويحب يشري للمراه يرد لها رزقها ما عندوش منين يشري. شوف يا قاضي يا من حكم هذا الحكم، اقسم بالله رايح تسلكها انت، وتسلكها خاصه في ولادك وفي عائلتك.
إن لم يرجع الحق لماليه وما تعتبروش شوية مما يحصل في العالم، وما تعتبروش شوية وما تشوفوش شوية الحكم رب العالمين، وباللي الظالم راه طايح طايح ولو طال الزمن طايح طايح، فوالله العظيم الانتقام منكم راح يكون شديد جدا، خاصة واني كما قلت لكم انتم مجرد عملاء تمضون يتصرف فيكم كبران من الكبرانات تاع المخابرات. إذن السقوط نتاعكم راح يكون كارثي. ونتكلم ايضا على وكيل جمهورية اللي كقاضي اللي حكم على اخونا بياض الحسين بسبع سنوات سجن. علاه؟ لانه يهز ورقة كل جمعة ونحن في ليلة الجمعة باش يقول الجمعة والرقم نتاع الجمعة ونحن صادقون. 7 سنوات. هل تعلمون أن جماعة لادروغ 7 قناطر تاع الكوكايين على رأسهم البوشي؟ الإعلام على ما قلتوش باللي البوشي وخلص المدة نتاعو. البوشي 7 قناطر حكموا عليها 4 سنوات. إعلام الزيغو على ما قلتوش باللي أخرج البوشي. خايفين للشعب ينوض على جلدها؟ إيه يا شعب الجزائر، كنت عارف واش قاعدين يخرجوا، وكنت عارف شكون اللي راهم يسجيو فيهم باش يخرجوا 7 سنوات. لانه هز ورقه بيضاء مكتوب فيها الجمعه والعدد نتاع الجمعه والرقم نتاع الجمعه مع اننا ثابتون 7 سنوات، بينما اللي قاعدين يسموا ويقتلوا في الجزائريين بكل انواع لا دروغ، بكل انواع لا دروغ، الصاروخ المسرطن، نظام قاعد يقتل في الجزائريين بالقمح نتاع اوكرانيا المسرطن، ما يدخلوش للسجن، تحكمش عليهم يا قاضي، يا قاضي جهنم ويا وكيل جمهورية جهنم، سيأتي الوقت اللي تدفعوا فيه الثمن، اقسم بالله اني اراها رأي العين. اعيد، غدا الجمعة بعد صلاة الجمعة دعوة عالمية قاعدة تتعمل لهذه الأمة التي تصلي الجمعة، مش يكون خروج تضامني مع خوتنا في فلسطين، مش حراك ضد النظام. النظام تعرفوا شنو هو النظام؟ الحراك اللي راهو راكب من بعد 2021 راهو حراك صامت، كما كان حراك سلمي راهو حراك صامت، راهو حراك صامت وقاعد يزعزع فيهم. وقلت لكم كون يفوت رؤوس النظام هذا من 2027 ما نزيدش نخرج عليكم ونتكلم معاكم في امور تاع هذا النظام او في امور الدولة الجزائرية. تضامن مع الفلسطينيين اللي قاعدين يبادون حرفيا، يبادون بطريقة بشعة. مجموعة من النساء أخذ منها أطفالها، وضع الأطفال في حفرة كبيرة والدبابات ترمي عليهم في الغبار في طريقة للإجبار على الترحيل لم تحدث في التاريخ. بعد ذلك كل طفل مدوه الامرأة وقالوا لهم عندكم 30 ثانية باش تمشيوا، وكل امرأة كان واجب عليها انها تاخذ الطفل لاش تموش ولدها. خوفا على اولادهم حكموا الطريق مساكن ومشاو باولاد مش اولادهم، على الاقل تمنع ولد واحدة اخرى باش الاخرى يمكن انها تمنع ولدها ايضا. هل تتصورون في المشهد من حضر المشهد يتكلم على أهوال القيامة؟ خاوتنا في أهوال القيامة احنا مازال كاين اللي يروح يحضر يشطح، وكاين اللي يتفرج ماتش برشلونة وريال مدريد قلبو رب. نقول لكم إذا ما سخطناش رب العالمين في هذا العام مانيش عارف كيفاش يسخطنا. ولا تقول أنك ماكش مسؤولة، أنك مسؤول ومسؤول بطريقة مباشرة. سلام الأحرار، وأتمنى أنه غدا يوم الجمعة يكون جمعة للأحرار.